السادة المشاهدين مساءكم خير. النهاردة هبدأ بحاجة من الحقيقة مختلفة شوية، يمكن تكون برة طبيعة البرنامج اللي متعودين عليها، بس هي أصلها الحقيقة قصة صادمة. جريمة حصلت في طلخة بمحافظة الدقهلية. في الأول وأنا بشوف التفاصيل تخيلتها الحقيقة قصة حد ألفها على السوشيال ميديا، يعني إشاعة. قلبي وعقلي رفضوا يصدقوا إنه في ناس بهذا التفكير الشيطاني، والناس دي عايشين ما بيننا. وفي نفس الوقت كمان في جريمة تانية برضو خطيرة، شاب كان ممكن يخسر حياته عشان واحد تاني عاوز يستعرض عضلاته، والسبب غريب. خلوني الأول أبدأ بالجريمة الغريبة اللي حصلت في الدقهلية، جريمة هزت الرأي العام وبقت حديث الناس في آخر 24 ساعة. في مثل بيقول يقتل القتيل ويمشي في جنازته، ده ممكن نقوله لما واحد يقتل واحد ويمشي عادي في جنازته ويدور مع أهله على المجرم اللي نفذ، دي بنشوفها. لكن في جريمة النهاردة المتهم ما قتلش القتيلة بس، لأ، المتهم هنا هو الزوج، وما قتلش بس، أو ممكن نقول حرض على القتل ودفع فلوس بس، لأ، المتهم هنا رسم خطة شيطانية. عمل إيه؟ طلب من عامل عنده إن هو يلبس نقاب ويروح بيته، وساب له مفتاح باب العمارة، وساب له مفتاح الشقة في الباب من بره. الشقة اللي نايمة فيها مين؟ القتيلة مراته، مراته اللي قاعدة في بيتها في أمان وهدوء وسكينة، وجنبها ابنها الرضيع اللي عمره تقريبا 7 أو 9 شهور، عشان بعد كده يدخل وراه ويظبطه ويقول انه شاف مراته في وضع مخل ويفضحها ويطلقها ويحتفظ بالشقة والفلوس. تخيلوا المشهد، الحقيقة العامل دخل الشقة عمل ايه؟ انا والله مش، يعني انا مش عارفة احكي القصة ازاي، ولا ده معقولة، ده حقيقي ولا ده خيال. الأستاذ العامل دخل الحمام وغير هدومه ولبس البورنوس، ودخل على أوضة النوم القتيلة إيمان اللي عمرها 21 سنة، دخل عليها وخنقها، وهو عارف الحقيقة بتحريض وشرح من زوجها ان هي نوع اللي عندها ظاهر مشكلة في نفسها، وانه اول ما هيبتدي يخنقها انها هتموت بسهولة. هل المشهد انتهى على كده؟ للأسف لا، المشهد لسه مازال شغال بقسوته ودمويته الحقيقة بلا رحمة. الضحية إيمان سلمت روحها وماتت، والعامل ده بقى بدون إنسانية أو رحمة أو قلب أو ضمير اغتصبها. أنا أسفة إني بقول قصة حقيقة مقززة بالمنظر ده. أيوة، اغتصب جثة، واحد اغتصب جثة، يعني قتلها واغتصبها، اغتصب واحدة ميتة. المكلف بالقتل اغتصب واحدة ميتة. متخيلين المشهد ده؟ ده ما فيش كده يا جماعة في الدراما أصلا، يعني أنا ما شفتش ده في الدراما قبل كده. ما فيش خيال مخرج ممكن يعني حتى يوصل لهذا الخيال. وزي ما قلت لكم الاتفاق كان بين الزوج والعامل،
وانه الزوج يدخل الشقه يلاقيه جوه مع زوجته بيحاول يعتدي عليها جنسيا ويختلق فضيحه، وبعدها يجبر زوجته على الطلاق ويفضحها. طبعا الكلام ده اللي احنا بنقوله هو ما هو منقول عن الاخبار والصحف وبيان النائب العام، وطبعا اكيد الحقائق هتظهر بالظبط وبالتفصيل في التحقيقات. ده كان الاتفاق بين الاثنين المجرمين. المهم الزوج دخل لقى الوضع قدامه، زوجته ميتة وهذا السفاح الثاني بيغتصبها وهي ميتة. اتحرك الزوج؟ لا أبدا. قال له انت ليه عملت كده؟ ما حصلش. استفزت مشاعره لانه خالص ده يعني محتمل يكون شكره، ده اجره كمان، اجرته على اللي اتفقوا عليه. المشهد لسه مكمل، الزوج بلغ والدنيا اتحركت وقال انه في حد قتل مراته. هو بلغ عن هذه الجريمه وقال انه يا حرام يا غلبان دخل لقى مراته مقتولة. جت النيابة حقيقة، وطبعا بفضل ذكاء الحقيقة أجهزتنا، جت والنيابة حققت وظهرت المفاجأة في خلافات كانت بين الزوج والزوجة، عايز يطلقها عشان يتجوز واحدة تانية، وأهله هو رافضين لأن هم متمسكين بزوجته المحترمة المتدينة أم ابنه، وأكيد شايفين أنه ممكن يكون اللي عايز يرتبط بيها مش مناسبة ليه وملناش دعوة ومش ده موضوعنا. المهم الكاميرات في الشارع اترجعت واتشاف واحد لابس نقاب بيدخل العمارة زي ما انتوا شايفين كده قدامكم على الشاشة. المهم الشرطة عندنا وصلت وحلت اللغز والمتهمين اعترفوا بالجريمة. شفتوا بشاعة وإجرام وندالة الزوج؟ هل شفتوا إجرام وندالة زي كده؟ يعني الواحد عايز يرجع، يعني أنا أسفة السادة المشاهدين بس يعني حاجة مش الواحد مش قادر لا يسمعها ولا يشوفها ولا يقولها ولا يصدقها. أعتقد جريمة زي دي يعني ما حصلتش قبل كده. والحقيقة أنا عايزة أشكر بقى زميلنا صالح رمضان مدير مكتب الوطن في الدقهلية اللي مدنا بهذه الصور والفيديوهات، والحقيقة أنه وحدة الرصد بمكتب النائب العام رصدت مطالبات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقصاص للمجني عليها، والمكتب الفني للنائب العام أصدر بيان تفصيلي بالتحقيقات في الواقع وشرح تفاصيلها بالكامل زي ما انتوا شايفين الفيديوهات. قوات الأمن في المنطقة اهي والشرطة بتحقق، وده مسرح الجريمة والنيابة العامة، والدنيا ايه اتقلبت في الدقهلية لانه الشرطة والاجهزتنا كلها طبعا صحية وبسرعة، واكتشفوا اللغز وعرفوا انه الزوج ورا هذه القصة. حقيقة انا بشكر النهاردة كل مسؤول شارك في كشف هذه الجريمة البشعة اللي كل مواطن مصري الحقيقة مش قادر انه يتقبلها. النائب العام بشكره كمان طبعا اللي مستشار حمادة الصاوي اللي أصدر بيان تفصيلي عن الجريمة وكيفية ارتكابها والأدلة الموجودة، والنيابة كمان شهدت مقاطع فيديو للمتهم الرئيسي وهو لابس نقاب زي ما انتوا شايفين كده قدامنا في الفيديو. هو راح دخل وفتح وقتلها وخنقها بالسلك بتاع اللابتوب
واغتصبها وهي ميته، ولبس هدومه بتاعت النقاب اللي دخل بيها ونزل عادي جدا ماشي على رجليه عادي، يعني رجليه شايلاه. وامرت النيابه العامه بحبس المتهمين. ان شاء الله انا وكل الحقيقه الشعب المصري بيطالب بالقصاص العادل ومن هؤلاء المجرمين، واحنا بنثق طبعا في دولتنا وفي القانون انه ياخد مجراه. والنيابه العامه ان شاء الله والمحكمه باذن الله يصدروا القرار العادل. القصة بقى التانية اللي عاوز أحكي لكم عليها النهاردة هي جريمة من نوع آخر، جريمة الحقيقة مختلفة. شاب محترم ابن ناس، أهله صرفوا عليه وعلى تعليمه ودرس طيران في أمريكا، كان ممكن يخسر حياته. وأنزل لكم بعض الصور، ممكن الأستاذ خالد ننزل الصور. الشاب ده فجأة اتعرض للخطف ونزلت ناس خبت وشه وخطفوه في العربية، أخدوه وخدوه في مكان بعيد واحتجزوه ونزلوا ضرب فيه بشكل هستيري وصوروه. السبب إنه الأخ اللي ضربه عاوز يستعرض عضلاته ويعمل فيها راجل قدام بنت تانية، والبنت دي بقى أصلا بتلعب دور الشيطان ما بين كل واحد ومعشمة الاتنين وبتلعب بيهم. هل للدرجة دي البني آدم ممكن يوصل للجنون؟ يعني عشان خاطر واحدة، واحد مستقبله يضيع وما فكرش لحظة في أسرته وفي أهله وفي أمه وفي أبوه وفي حياته وما فكرش في اللي عمل فيه كده الضحية؟ طب هل انت هتهرب من العقاب؟ معقولة؟ معقولة نعمل في بعض كده؟ الناس دي انا بعتقد ان لو شغلت قلبها وعقولها دقيقة واحدة قبل ارتكاب جرائمهم مستحيل كانت تعمل كده. بس واضح الحقيقة اننا قدام تركيبة معقدة من الامراض النفسية والاجتماعية. خلونا نفهم أكتر تفاصيل الحكايتين أو الجريمتين وأثارهم المجتمعية. معانا الأستاذة عبير سليمان خبيرة العلاقات الأسرية. مساء الخير يا أستاذة عبير. أهلا وسهلا يا دكتور، إزاي حضرتك؟ أهلا يا أستاذة عبير. أنا بحييكي جدا لفتح الملفات العنف والهمجية والعشوائية والتطرف والترهيب والقتل عمد والبلطجة. وبحييك لطرحك الأول اللي ليه تحية كبيرة لضباط المباحث اللي بيتتبعوا الجرائم ده وما بيتركوهاش حتى لحد ما تبرد، لأن الناس بتبقى مؤججة بمشاعر الغضب والحزن لما بتشعر أن المتهمين خاصة في جرائم متطرفة. وللأسف الشديد أتى اليوم يا دكتور أن احنا نشوف جريمة يندى لها الجبين ويشيب لها الوليد. للأسف الشديد الواحد مش عارف يوصف الجريمة دي بإيه، إزاي يكون شخص مؤتمن على عرض وشرف وهو أول واحد يبيعه وينتهكه ويقتله. الزوج اللي هو زوجته نايمة في بيته شعرة بالأمان حتى وهو مش موجود. بالظبط. اتفضلي كملي. عار عليه، عار على كل راجل يسمح إن يكون شخص زي دوت موجود في المجتمع. أنا أتمنى أن يأتي اليوم قريبا، وأنا أثق في القضاء المصري، أن احنا نحيي القضاء المصري للقصاص لهذه الشابة كلنا الجميلة. كلنا عندنا ثقة في ده طبعا. بالزبط. احنا في دولة بيحكمها القانون. بالظبط كده. ويعني يعبث أو يتوهم الناس اللي قاعدة وراء الشاشات بتتوقع أن حلول المشاكل بسهولة وارتكاب جريمة. وآدي القاتل قدامنا على الشاشة، مجرمين، الزوج اللي لابس بدلة والقاتل اللي جنبه ده. الحقيقة أنا حزنت جدا يا دكتور لما شفت بعض المحامين للأسف اللي هيتبنوا قضية الزوج المجرم
اللي عار على الرجولة إن هو بيقول إن هو المحرض ليس بالقاتل، والحقيقة المحرض هو القاتل. وللأسف الشديد الزوج محرض على زوجته، هو محرض على مين يعني؟ ومين ادى المفتاح ومين اللي سهل والمضحك والمضحك والمحزن والمبكي في نفس الوقت إن الزوج بيقول إن أنا حرضت على اغتصابها بس. ما حدش قال له إن الاغتصاب كالقتل وربما يكون أعنف. ما حدش قال له إن الشريفات بس والعفيفات والسيدات اللي قاعدين في بيتهم ومتجوزين رجاله المفروض يكونوا محترمين، هم امناء على شرفهم، ان القتل عندهم افضل من الاغتصاب والفتح والكشف على رجل مغتصب. ما حدش قال له ان الاغتصاب هو ابشع من القتل، هو قاتل مع مرتبه الاجرام والسفاله والنداله. فاحنا بنتمنى من كل محامي ان يراه الله في بيته وفي اسرته وفي شرفه وفي ضميره، وبلاش التواء العدالة أو استخدام بعض الثغرات لإفلات هؤلاء المجرمين من قبضة العدالة. إحنا بنثق في قضائنا العادل، وبكرة إن غدا لناظره قريب، وأثق إن قصاص للفتاة أو السيدة الجميلة التي توفت شرفها وعرضها في رقبتنا كلنا. وإحنا مش ستات هفق ولا رجالة هفق، ولا قيادتنا ولا ضباطنا ولا قضائنا ملوش سياده كامله على حكم المجتمع. احنا عندنا اجهزه دوله صاحيه جدا 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 بالظبط، عشان وكشفوا اللغز من اول دقيقه يا استاذ عبير. اكتر حاجه على فكره ساعدتني يا دكتور حضرتك، حتى وانت بتعرضي في معرض كلامك وبتتكلمي قد ايه ريحتي قلبنا، وانت بتعرضي بتقولي ان ده، حتى كمان انا ما شفتش الفيديو اللي عند حضرتك، وده سبق انا بحييك عليه، لاني انا فعلا كنت اتمنى توصل رجال المباحث ازاي بالسرعه دي لهذا الجانب. فانا سعدت بصراحه بالتقرير بتاع حضرتك واحييك عليه، واتمنى ان انت تتابعي الموضوع ده بشكل قريب وما تسيبوش. حضرتك زوجه وام وسيده في المقام الاول. ما تقلقيش يا استاذه عبير، انا لما تواصلت مع كل المسؤولين لقيت انه ما فيش حد محتاج انك تقولي احنا عايزين حق، يعني رائع. المسؤولين من لوحدهم هم مش متحملين ومعترضين على انه جريمه بهذا الشكل انها تحدث. ما فيش مسؤول من صغير لكبير في البلد النهارده راضي عن اللي حصل ده ابدا. رائع رائع. تاكدي وارتاحي وارتاحي. الحمد لله، اعتقد ان احنا كلنا في على قلب رجل واحد، وكلنا تعبانين من الحادثه دي، خاصه ان في طفل عنده 9 شهور. اتمنى ان يفقد الذاكره، اتمنى الا يتذكر هذا الامر المحزن والموجع واللي فرط قلوبنا كلنا. الطفل ده لو كان فاكر اي حاجه زي كده حياته كلها اتدمرت. فهذه الجريمه البشعه القصاص لها في رقابنا جميعا، وانا اعتقد وادعي ان كلنا لها يعني واقفين على قدم وساق، بحيث ان احنا نتمنى النظر قريب ان دول ياخدوا اقصى عقوبه ممكنه. المجرمين يعني الشاب اللي هو الزوج، أيوة، اللي هو عار على الرجال، تمام، والمجرم الاخر العامل. تمام. طيب استاذه عبير، عايزه اسالك انه هل يعني انا شايفه انه الجريمه، احنا بنتكلم دلوقتي على الجريمه الاولى، لسه هنتكلم على الجريمه الثانيه. الجريمه الاولى، هل انت شايفه انه مثلا هل الزواج المبكر ممكن يكون سبب انه الزوج عنده 24 سنه والزوج عندها 21 سنه، انه هل ده ممكن يكون سبب مثلا في هذه الجرائم والبشاعه وهذه الجريمه؟ شايفه مبرر انها ممكن تكون مبرر؟ أنا بحييكي، النظرة اللي حضرتك نظرتي ليها دلوقتي نظرة اجتماعية وأسرية بحتة. يعني إيه طالبة في السن حديث تتزوج بهذه السرعة؟ طبعًا واضح إن هي اتجوزت بسرعة شديدة هو وهي، لأن هو مش عاوزها، عايز ينفصل عنها. فإذًا وعايز ينفصل يعني من غير ما يدفع بقى، يعني هو ما لأن هما أنا اللي أنا على حد معلوماتي كان عايز يطلقها وقال لك ما ادفعش بقى المؤخر والنفقه والقايمه وما تطلعش هي. انا البسها تهمه واقول لها مع السلامه عشان تمشي وهي ساكته. أيوة. تطلع بجرسه. وعلى فكره انا هقول لحضرتك الحادثه دي واقعيه جدا. احنا بيجي لنا كل يوم حالات شبه زي دي، يعني ما وصلتش للجريمه لكن هو استاذ عبير الحالات ممكن وبتحدث يعني، بس احنا النهارده يعني انه الطريقه الشيطانيه في التفكير. صحيح. في التخلص من زوجه، يعني عارفه لو حد مثلا لو واحده مش زوجه معلش بس دي زوجتك.
زوجتك وعرضك شرفك. طيب بالنسبة بقى للجريمة التانية، هل طيب. انت شايفة انه البني آدم او الشباب انه هل هو متسرع مثلا؟ هل احنا شبابنا متسرع؟ هل ممكن محتاج انه يفكر؟ هل ايه المبرر اللي ممكن نديه يعني لده؟ هل غريزه مثلا اللي ممكن انها تكون بتاثر وتخلي انه شاب يحاول يقتل شاب تاني علشان واحده بصرف النظر هي كويسه او وحشه او كانت بتخدع الاطراف كلها؟ الاول يا دكتور حضرتك احنا بنتكلم دلوقتي على جريمتين كل الاطراف القضايا لا يتعدوا الحاجه ال 24 سنه ما عدا 33 العامل. الطرفين التانيين الصغيرين اللي حضرتك عرفتيهم اللي هم المجرمين اللي ممكن يكونوا كانوا قتله دلوقتي بنتحدث عليهم على اساس ان هم قتلوا الشاب الثالث، دول مجرمين، دول مجرمين المستقبل. يعني احنا بنتحدث عن شاب وفتاه بيخططوا لقتل وترويع وترهيب وضرب شاب وخطف شاب. يعني ما فيش افظع من جريمه الترهيب والترويع والخطف والترصد والتربص لشاب وصولا الى القتل. فاحنا كنا ممكن دلوقتي بنتكلم على القتيل وعشيقه وعاشق اتفقوا مع بعض عشان يتخلصوا منه او يفرض عضلاته عليه. للاسف الشديد هناك في رعونه وفي تراجع في التربيه. انا ادعي ان هم يكونوا ممكن يكونوا بيشربوا حاجه مخدرات، ممكن يكونوا اتفقوا على الشاب ده، ممكن كان لامور اخرى في طموح ليهم ليروجوا يعملوا ترند على الفيسبوك. يعني احنا وصلنا لمرحله ان في ناس بتحركها غرائزها ورغباتها من ورا الشاشات، استسهال الحلول. يعني متوقعين الشاب والشابه لما بداوا يفكروا ويخططوا لخطف الشاب ده، ازاي هم ما فكروش ان هم بيعملوا جريمه وهيتعاقبوا عليها؟ يعني هل هو وصل؟ يعني انا بقول انه يعني ازاي سواء الزوج لما عمل كده ما فكرش في انه 1% ممكن يعني انه يقع، انه ممكن التخطيط ده كله يفشل، والشاب اللي خطف الشاب التاني ده مش عارف انه ده بعد ما هيطلع هيروح يبلغ؟ تسمحي لي يا دكتور حضرتك عرضت القضية كام دقيقة دلوقتي من اول ما بدأت البرنامج؟ حضرتك فرجتي للقضية دي وقت رغم في ازمه كورونا وما ينفعش تفتحي استديوهاتك و و و و و احنا ما بنفتحش للقضايا دي وقت، ما بنديهاش فوكس، ما بنخوفش الناس اللي بتحاول تفكر لده. الناس فاكره انها ممكن تخطط وتعمل جريمه وتمشي وما تتكشفش وتبقى ذكيه وناصحه وكويسه، رغم ان انا متاكده ان المباحث بتاعتنا والنيابه العامه قويه جدا خاصه في القضايا دي. هي بتستفز لإرجاع حق الناس المسلوبة. لكن مثلا فتاة زي دي إزاي تتكاتف مع شاب لضرب شاب زيهم وخطفه والتنكيل بيه؟ ممكن كنا نلاقيه جثة، احنا كنا ممكن نسلمه. ده فعلا حقيقي. انا في اصابات تانية، صور تانية الحقيقة ما رضيتش اعرضها. يعني الشاب ده هيطلع ازاي الجو لما يتهان؟ احنا ما نعرفش حصل فيه ايه تاني. يعني تعريض الفتاه والشاب اللي تم التنكيل بالولد ده وترهيبه وترويعه للمحاكمه بشكل سريع وناجز واعلان ده للراي العام، ده مهم. الراي العام على فكره يا دكتور مهم جدا. شايفه على الشاشه استاذ عبير التعذيب اللي عذبوه للولد؟ بالظبط كده. يعني ده ازاي احنا في مصر دوله سياده القانون؟ لا ان شاء الله ما تلاقيش كل حاجه واخده مجراها، كل التحقيقات واخده مجراها، واحنا واثقين في القضاء العادل. وانا بشكر حضرتك جدا استاذه عبير سليمان المتخصصه في المشاكل الاسريه والزوجيه. خلينا بس نفهم أكتر بقى من منطق آخر. معانا على الهاتف الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي. مساء الخير يا دكتور، برحب بحضرتك. مساء الخير دكتورة بسمة، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. هبدأ مع حضرتك من جريمة الدأهلية دكتور. التحليل النفسي إيه لبشاعة الجريمة دي؟ طيب انا بس قبل ما اقول التحليل النفسي عايز اقول حاجه مهمه، ان احنا يعني واحنا بنتكلم عن الجريمه وتفسيرها وتحليلها نحن يعني لا نسبق القضاء في الحكم على احد، لانه لا يجوز ان احنا نسبق القضاء في هذا الامر،
وانه الامر ما زال قيد التحقيق، لكن اللي بنتكلم عنه ملتزمين على المتاح من المعلومات بكل ما ورد من بيان السيد النائب العام وتفاصيله كلها طبعا. نعم. يعني نعم. تفضل. فالمشهد كله بيعكس يعني تشوهات نفسيه شديده، لانه النفس البشريه السويه لا تستطيع أن يعني تستقبل هذه التفاصيل أو أنها تهضمها أو تبتلعها بسهولة يعني. وهنا الجريمة مقلوبة، يعني المعتاد دايما أنه كان الزوجة هي اللي تتآمر مع عاشقها عشان يقتل الزوج، لأن هنا الزوجة بتكون في موقف أضعف، فلما تقع في عشق حد فبتحاول تتخلص من زوجها لأنه ما ينفعش تتجوز وهي متجوزة. هنا الجريمه مقلوبه، زوج هو اللي بيحاول يتخلص من زوجته عشان يتجوز. اي وده يعني جريمه مش مطلوبه اساسا يعني. يعني هو يستطيع ان يتزوج باخرى من غير ما يقتلها، وحتى لو اهله معارضين هيقدر انه يتغلب على معارضه اهله، لانه الزوج بيبقى يعني له مساحه يستطيع ان هو يتحرك فيها. ده اول حاجه، انه الجريمه هنا مقلوبه عن ما اعتدناه من جرائم في مثل هذه الامور. الحاجه الثانيه، انه كيف نتخيل نفس الزوج اللي تقبل انه رجل غريب يدخل بيته ويدخل على زوجته وهي نايمه ومعاها ابنه اللي عنده حوالي 8 شهور ويغتصبها ويستغل هو حادثه الاغتصاب دي وعلشان ان هو يطلقها من غير ما يفتح حاجه او من غير ما تاخد العفش بتاعها. هذه النفس بالتأكيد نفس غير سوية، وأنا أعتقد أنه يعني هذا الشخص ربما لا تكون هذه أول جريمة يرتكبها، ربما ارتكب جرائم قبل ذلك ولم يتم توثيقها أو ضبطه فيها، لأنه نفس بهذه التركيبة بالتأكيد كان ليها يعني أخطاء أو خطايا كثيرة قبل ذلك. نيجي بقى للطرف الثاني في المشهد، انه هو حصل حاجه اسمها متواليه العنف، انه كان رايح بامر ان هو مجرد ان هو يغتصبها للتصوير والتشهير بسمعتها، فهو لم يكتفي بذلك وانما قام بقتلها، ولم يكتفي بذلك وانما وقعها كمان بعد القتل. طيب ما هي النفس البشريه التي تستثير مواقعه امراه وهي جثه هامده ومخنوقه؟ يعني ازاي طوعته نفسه ان هو يقتل بالخنق ثم يواقعها؟ ده برضو بيقول حاجه مهمه جدا، انه مرتكبي هذه الجرائم بيكون عندهم طبيعه اجراميه وعندهم حاله من البلاده الانفعاليه، يعني المشاعر بتاعتهم ما بتبقاش طبيعيه زي مشاعر بقيه الناس، مشاعر الشفقه، مشاعر الرحمه، أو مشاعر الـ الخوف، أو مشاعر القلق، كل دي ما بتبقاش موجودة، بيبقى في حالة من البلادة الانفعالية. واضح إن الاثنين عندهم هذه البلادة الانفعالية. نيجي بقى لإيه؟ لحاجة برضو مهمة في هذا السياق، إنه نتمنى زي ما حصل اكتشاف سريع للجريمة، بنشكر كل من له الفضل في هذا الاكتشاف السريع، إنه تكون برضو المحاكمة تكون قريبة. ليه؟ لأنه هذه الجرائم لما بتعلن على الناس بشكل عام زي ما حضرتك بتعلنيها في البرنامج المهم، والناس تشوف الحدث، بيبقى الناس محتاجة تشوف برضو في وقت قريب جزاء الذين أجرموا وبسرعة، علشان بيحصل نوع من الربط المباشر بين فعل حدث و العقوبة التي تمت على المجرمين. ده بيبقى بنسميه الردع العام، والردع العام ده مهم جدا، وده هيخلي أو هيحول دون وقوع جرائم مماثلة، لأنه بيبقى الربط قريب جدا ما بين ده وده. احنا عارفين أنه المحاكم مثقلة بالقضايا الكثيرة والقضاة عندهم عبء كبير جدا، بس نتمنى أنه هذه القضايا اللي بتهز مشاعر الرأي العام بهذا الشكل انه تاخذ يعني مسار خاص شويه، زي مثلا في المطار كده في عندنا حاجه اسمها الفاست تراك،
او في اي حته بيبقى فيه نوع من الحاجات الامور العاجله شويه او المستعجله شويه، القضاء المستعجل مثلا. هنا طبعا ما بنقولش انه العاجل فيعني لا يستوفي شروطه. وانا ليا الحقيقه تعليق على اللي كانت بتقوله الاستاذه عبير، انه هي بتستنكر وجود محامي يدافع عن المتهم. والحقيقه من عدل القضاء انه يكون المتهم مهما كانت جريمته بشعه يكون له محامي، وحتى لو لم يستطع ان يستحضر محامي على نفقته نقابه المحامين او المحكمه حتى بتنتدب محامي للدفاع عنه. وانتداب محامي للدفاع عن المتهم لا يعني تبرئته، ولكن يعني انه هو اخذ كل حقوقه في التقاضي حتى اذا صدر عليه الحكم نبقى مطمئنين انه عمليه المحاكمه كانت عادلة، مكتمله الاركان وكانت عادله. أيوه. طب دكتور محمد المهدي، احنا امام جريمه اخرى من نوع اخر، وعرضنا كنا الصور، معرفش حضرتك شفت الصور معانا ولا لا. فعايزين نعرف انت شايف ازاي حضرتك انه ممكن يكون شاب يهيئ له خياله انه يخطف واحد وانه يعذبه وانه يصوره وانه يأذيه وانه يعمل كل هذه المحاولات، وهو مش مشكش لحظه انه ممكن انه هيتكشف، انه ممكن هيتحاسب، هيتعاقب، هيتحاكم. فايه تحليل حضرتك للحاله زي كده؟ يعني ايه الغريزه انه مثلا علاقته بالبنت دي تكون هي اللي خلته انه ما يبصش، ما يفكرش؟ هو للاسف الشديد لما بيكون الانسان واقع تحت تاثير حاله من العشق الشديد او الحب الشديد، مراكز المخ لا تعمل بشكل جيد، لانه بتطغى على مراكز السيطرة والتحكم اللي في الجزء الأمامي من المخ. فهنا بيبقى الشاب واقع تحت تأثير مراكز العاطفة والمشاعر، مراكز التحكم والسيطرة تبقى في أضعف حالاتها. بيساعد كمان على إن هو يعمل حاجة زي دي انتشار مفهوم البلطجة عند كتير من الشباب، إن هو لما يبلطج بياخد حقه، ولما يبلطج بيظهر إنه بطل وإنه رجل. كمان اضطراب مفهوم الرجولة، يعني هو عنده هنا مفهوم الرجولة اللي هيفخر بيه قدام البنت اللي بيحبها، هو انه يقهر غريمه وانه يذله وياخد صوره وهو في هذه الحالة من الإذلال ويديها لها، فيبقى ده يعني ده عربون العشق والحب عندها. كمان البنت هنا في مشكلة عند بعض البنات، ودي بتبقى الشخصيات اللي بنسميها الشخصية الهستيرية. الشخصية الهستيرية دي اللي هي تعلق كام شاب بيها وتبقى فخورة جدا بانه بيتنافسوا عليها وبيتخانقوا عليها. بيتخانقوا عليها ومستعدين ان هم يعملوا اي حاجة علشانها، وهي في النهاية لا تحب ده ولا ده، هي بتحب نفسها وبتحب الاهتمام بيها. فكتير من الشباب للأسف الشديد بيقعوا في غرام هذه الشخصيات الهستيرية الخادعة، وعندهم استعداد ان هم يعملوا اي حاجه عشان يستغدوها. هنا برضو الحقيقه بيبقى الحكايه محتاجه لحزم شديد في مواجهه هذا السلوك، لانه في جريمه مركبه، انه اختطاف بني ادم واحتجازه في مكان ثم اذلاله وقهره واحداث ضغط نفسي شديد عليه. تحليل حضرتك الحقيقة رائع جدا، بشكرك جدا دكتور محمد المهدي. بس عايز أقول بقى في الآخر أنه إلى كل من تسول له نفسه يا جماعة لارتكاب أي جريمة من أي نوع، لا، إحنا في بلد أجهزتها صحية جدا جدا جدا، وفي بلد بيحكمها القانون، وإحنا الحقيقة واثقين في العدالة الناجزة، وكل مخطئ هيتحاسب ومفيش حد هيهرب من العقاب أبدا. بس أنا اللي برجوه إنه إحنا نكون إن إحنا نتعلم من ما نعرضه وما نمر به. أي واحد بيفكر إن هو يرتكب جريمة، إن هو قبل ما يفكر هيرتكب الجريمة إزاي، فكر في لحظة عكس كل اللي أنت بتخطط له، إنك أنت ممكن تكون بتمسك سلك كهرباء عريان بإيديك. خلي بالك. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع نستكمل بقية حلقتنا النهاردة.
مع خيوط الصباح الأولى انطلقت حملات أمنية مكبرة شنتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني ومشاركة فاعلة من قطاعي الأمن العام وأمن الجيزة والإدارة العامة للعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. استهدفت بها إحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة يقوم على إدارتها عناصر تشكيل عصابي بنطاق دائرتي مركزي شرطة كرداسة وأوسيم بالجيزة، ومتخذين من الأراضي الزراعية المجاورة لمساكنهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي والهروب بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية. لكن دقة الرصد والتحرك السريع أدى إلى مفاجأة تلك العناصر في أوكار اختبائهم، فلم تتمكن من الفرار وأمكن ضبطهم بعد أن شل عنصر المفاجأة حركتهم. كما واصلت القوات تمشيط الأراضي الزراعية بهدف ضبط كافة عناصر التشكيل والمواد المخدرة، وهو ما نجحت فيه، حيث تم ضبط المواد المخدرة التي تم إخفاؤها داخل الأرض وكذلك أسلحة نارية، وأمكن ضبط 16 أسطوانة لمخدر الهيروين تزن 4 كيلوغرامات وكمية كبيرة من ذات المخدر مجزأة ومعدل البيع تقترب من 3 كيلوغرامات. كما تم ضبط بندقيتين آلي وبندقيتين خرطوش وعدد من الخزن الآلية وطلقات نارية متنوعة و23 هاتفا محمولا ونظارة ميدان و3 موازين حساسة و5 درجات نارية وقرابة 209,000 جنيه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب1.5 مليون جنيه. مشاهدينا أهلا بكم مرة تانية. خلينا بقى نروح لموضوع تاني، ركزوا بقى معايا ونركز مع بعض شوية عشان نعرف إحنا هنعيش إزاي الفترة اللي جاية، هنتعايش إزاي مع موضوع كورونا، لأنه واضح كده أنه استهتار الناس بدأ يعني بدري شوية وكان في شوية لبس وغموض بخصوص بعض القرارات. النهاردة بقى رئيس الوزراء أصدر ضوابط تفصيلية لعمل الأنشطة اللي أعلنت الحكومة عن إعادة تشغيلها بداية من السبت، وأهم الإجراءات دي هو إلغاء حظر التجوال، يعني مفيش حظر تاني، بس النقل الجماعي هيكون آخره الساعة 12 بالليل. وبخصوص دور العبادة تم التوجيه باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللي حددتها السلطات الدينية عشان فتح المساجد والكنائس. أما بقى ما يخص المقاهي والمطاعم، ركزوا معايا شوية عشان الأمور تكون واضحة. مجلس الوزراء قال أن السماح بالجلوس في المقاهي والمطاعم هيكون بنسبة 25% بداية من 6 صباحا وحتى 10 مساء، أما من بعد 10 مساء وحتى 6 صباحا أو صباح اليوم الثاني يتم تقديم خدمتها عن طريق التيكاوي فقط. وبالنسبة للمولات التجارية هيتم السماح بفتحها من 6 صباحا وحتى 9 مساء. أما بقى عن النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالة الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، فهتكون ساعات استقبال الرواد من 6 صباحا وحتى 9 مساء، وده طبعا هيكون معاه الالتزام بكافة الضوابط والدليل الإرشادي المعد من وزارة الشباب والرياضة والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطة المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية. وبخصوص إجراءات التواجد
في المنشآت الثقافية والسياحية والفنية هيتم استقبال الجمهور بدور الثقافة والسينما والمسارح بمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية، مع التأكيد على غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها، وتغلق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين زي الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات والأفراح فيما يخص بقى المصالح الحكومية بقى الفترة اللي جاية، الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات هتقدم جميع خدماتها للمواطنين، بس حسب الشكل والنظام اللي تشوفه كل جهة مناسب ليها ويحافظ على إجراءاتها ولمواجهة كورونا. كل ده بقى الحقيقة يعني في كوم وتجديد الحكومة على فكرة ارتداء الكمامات الحقيقة كوم تاني. مجلس الوزراء قال أن ارتداء الكمامة ضروري في وسائل النقل الجماعي سواء العامة أو الخاصة وفي جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة، وأعلن أن غرامة عدم ارتداء الكمامة اللي كانت 4000 هتكون موجودة كعقوبة زي ما هي لكل من لا يلتزم بالتعليمات. القرارات دي بقى هتتنفذ إزاي والجهات دي بتستعد إزاي؟ تعالوا نفهم أكتر إزاي هيتم ده. معانا على الهاتف الأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أهلا وسهلا، برحب بحضرتك يا أستاذ كمال. أهلا أستاذة بسمة، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. عايزين نعرف يا فندم ليه رئيس الوزراء النهاردة طلع بيان تفصيلي بالضوابط والإجراءات؟ هل لأنه في ناس فهمت غلط مثلا؟ هل التفسير خوفا من استهتار بعض الناس؟ الحقيقة في حاجتين أو هدفين. أولا طبعا هو قبل كده كان أعلنت القرارات اللي صدر عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، إنما القرارات دي طبعا النهاردة يعني هو كانوا رئيس الوزراء قبل كده أعلن ما تم التوافق عليه. النهاردة أعلن القرارات الرسمية التنفيذية لذلك، القرارات الرسمية تم إعلانها اليوم على أن تطبق إن شاء الله يوم السبت، فدي تعتبر القرارات التنفيذية أو اتخاذها رئيس الوزراء تنفيذا لما تم التوافق عليه خلال اللجنه بتاعه اداره ازمه كورونا. الحاجه الثانيه ايضا ان هذه القرارات طبعا جاءت تفصيليه وجاءت يعني متضمنه كل الضوابط اللازمه اللي يكفل اعاده تشغيل طبعا وفتح الاعمال وغيرها، لكن مع الضوابط الاحترازيه اللازمه لمنع انتشار فيروس كورونا، لان طبعا الحاجه يمكن اللي دايما بناكد عليها واللي بنحب ناكد عليها ان الفتح اعمال واعاده النشاط عشان طبعا الحفاظ على الاعمال والحفاظ على يعني دخل الناس وعلى فرص وعلى العماله وغيرها، ده لا يعني ابدا انتهاء ازمه كورونا، والعالم كله بيتكلم دلوقتي عن التعايش في ظل الازمه، لان البعض ممكن يفتكر ان الازمه انتهت وان يحصل نوع من التهاون. عشان كده اعلان القرارات جاء مع التاكيد طبعا زي ما حضرتك اشرتي، مع التاكيد على ان هتكون في عقوبات على اللي مش هيلتزم بارتداء الكمامه، وايضا على المنشات التي لن تلتزم بالضوابط المحدده سواء ال 25% من الساعه او مواعيد الغلق او غيرها، واللي هتصل الى حد طبعا الى موضوع اغلاق المنشات اذا لم تلتزم بهذه الضوابط. فهو طبعا النهارده بتعلن القرارات رسميا وفي نفس الوقت معاها الضوابط والاجراءات الاحترازيه اللي تكفل ان يكون في التزام كامل عشان توصل رساله. احنا اذا كانت الدوله بتعيد العمل وبتعيد الانتاج وبتعيد وبتحافظ على فرص عمل، لكن ده لا يعني اطلاقا التهاون
وان الفيروس انتهى، لان العالم كله بيتكلم عن فيروس لم ينتهي، وان علينا التعايش معه حتى ينحسر او حتى ينتهي تماما. طيب استاذ كمال، كلام رئيس الوزراء النهارده بيقول انه كل جهه هتحط المعايير والضوابط الخاصه بيها، يعني فهل الجهات دي سلمت خططها مثلا لمجلس الوزراء؟ هل مثلا وزاره الشباب سلمت خطتها؟ هل مثلا وزاره السياحه سلمت خطتها؟ عايزين نفهم تحديدا. نعم. يعني نعم بالفعل، يعني كل جهه مشرفه طبعا في قرارات عامه وفي ضوابط لتنفيذ كل قرار. يعني مثلا على سبيل المثال موضوع فتح دور العبادة بشكل عام، سواء المساجد أو الكنائس، طبعا كل جهة الكنائس طبعا أعلن خططها، وزارة الأوقاف أعلن بشكل تفصيلي ضوابط فتح المساجد، طبعا بخلاف طبعا الضوابط العامة اللي أعلنها مجلس الوزراء فيما يتعلق بان يكون الصلوات اليوميه، ما يكونش فيه الصلوات الاسبوعيه زي صلاه الجمعه مثلا او صلوات الاعياد او غيرها. طبعا حتى الان طبعا اذا جد جديد فده هيكون موضوع ثاني، انما دي الضوابط العامه اللي اعلنها مجلس الوزراء. احنا بنتعامل بشكل يومي، يعني كل وزاره اعلنت خطه العمل يوميه وازاي بيتم فتح المساجد والضوابط داخل المسجد وضوابط الصلاه وعدم فتح دورات المياه وغيرها، اعلنتها زي ما اعلنت وزاره الاوقاف. ايضا وزاره الشباب اعلنت ضوابطها فيما يتعلق بمراكز الشباب، كل الضوابط دي اعلنتها الوزارات وموجوده لدى الحكومه وتم التوافق عليها. ايضا فيما يتعلق بالضوابط السياحيه وتشغيل المنشات والفنادق السياحيه وغيرها، كلها ضوابط معلنه ومحدده، وفي كل جهه هتقوم على تنفيذها والتاكد من تنفيذها بصرامه لحين طبعا ان شاء الله انحسار هذا الفيروس. طيب يا فندم، في ناس لسه برضو عندها لبس في تحديد فكره ال 25% بتاعت المطاعم والمقاهي، فازاي الحكومه تقريبا هتراقب ده يعني وهتنظمه ازاي؟ تمام يا استاذ، هو طبعا هو كل زي ما قلت لحضرتك كل جهه او كل مرفق من الحاجات دي بيكون تحت اشراف حاجات معينه. على سبيل المثال المقاهي مثلا والمطاعم وغيرها في الجهات المحليه، عندنا الاحياء عندنا، وطبعا الجهات المحليه مش لوحدها، بتكون في تنسيق من الاجهزه المختلفه. يعني الاحياء لما بتطلع مثلا حمله من الاحياء او غيرها بتكون معاها الشرطه ومعاها الجهات التنفيذيه. فالسياحه طبعا والمطاعم اللي تبع السياحه. طيب المطاعم تبع السياحه طبعا تبع مسؤوليه وزاره السياحه. طب يا فندم، هل المطاعم اللي تبع السياحه هتكون ملتزمه برضو بنفس هذه المواعيد اللي هي بيجي لها الاجانب اللي هي السياحه تبع السياحه؟ طبعا هو وزاره السياحه اعلنت حضرتك كل الضوابط بتاعتها، مش بس حتى فيما يتعلق بالمواعيد، لكن اعلنت كمان الضوابط التباعد الاجتماعي والحاجات دي. فبالتاكيد طبعا يعني وزاره السياحه بلغت الفنادق بشكل رسمي كل الضوابط وهتقوم على تنفيذها بكل صرامة. على فكرة في تأكيدات من الحكومة ان كل الضوابط هتنفذ بكل صرامة، سواء منشآت بقى سياحية، منشآت عامة، مطاعم، محلات، طبعا هيكون تنفيذ صارم لكل هذه الضوابط. مظبوط. طبعا انا مع حضرتك جدا. اولا انا بشكرك جدا استاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. طبعا انه الكلام اللي استاذ كمال بيقوله يعني ووضحه ان هو طبعا لازم كل هذه الضوابط يكون عليها رقابة علشان تنفذ، ولازم انه كل الناس الحقيقة تلتزم وتنفذ. طيب عشان نفهم اكتر كمان عن المنشآت السياحية بتستعد ازاي، معانا الاستاذ عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية. مساء الخير يا استاذ عادل. مساء الخير يا فندم، اهلا، ازاي حضرتك؟ استعديتوا ازاي يا فندم للفتح؟ احنا استعدينا استعداد تام، وبقالنا يومين تقريبا من اول ما صدر القرار واحنا بننزل لجان على طول تفتش وتتاكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازيه. احنا حطينا تقريبا 23 مطلب، فهم عندهم تشيك ليست، المفتشين بتنزل معاها تشيك ليست، دي موجوده دي مش موجوده دي موجوده دي مش موجوده، وبعد كده بتقول اوكي انت نفذت كل الاشتراطات. فبكل صرامة وبكل حزم بعد كده هيحصل تفتيش تاني، لأنه عشان يتأكد من ان هو بينفذ نسبة ال 25% لن تتأكد إلا ساعة التشغيل. أنا النهاردة دلوقتي ما بشغلش، أنا قافل، لكن هيرجعوا تاني نفوت تاني على المنشآت
ونتأكد إن الكراسي محطوطة متر بعيد كل واحد عن الثاني، الترابيزة 2 متر ترابيزة عن الثانية، التباعد الاجتماعي، وجود المطهرات، كل الحاجات دي هننزل نتأكد عليها تاني. بس احنا في الأول بنتأكد إنه كل مطعم نفذ ال 23 بند اللي احنا قلنا له عليها، والحاجات موجودة المطهرات. طب أستاذ عادل أنا بس عندي استفسار، هل التشيك ليست اللي حضرتك بتقول عليها دي موجود فيها مواصفات للكمامات اللي لازم الستاف أو الموظفين اللي هيكونوا العاملين بالمطاعم تكون بمواصفات معينة؟ هل دي موجودة؟ لا، المواصفات احنا بناخدها من الجيش، يعني بنروح لأماكن بتاع القوات المسلحة الموثوق فيها اللي بيعلن عنها وبنجيبها. لا يا فندم انا قصدي لا معلش حضر. هل انتوا دلوقتي كل صاحب مطعم هيجيب هو الكمامات للعامل بتاعه؟ أيوة. فهل أيوة. في الزام لهذا صاحب المطعم ان هو يلتزم بمواصفات معينه؟ مش مهم بقى هيجيبها منين، ده مش موضوعنا. أيوة. احنا ملناش دعوه، صح؟ اي مصدر موثوق، احنا بس بنطلب مصدر موثوق منه. مصدر ولا مواصفات في الكمامه اللي المفروض اللي هينزل وهيفتش يلاقي الكمامه بمواصفات معينه، ولا دي بتحطها وزاره الصحه؟ لا، دي شروط صحيه وزاره الصحه، واحنا بنتبع وانتوا بتنفذوا هذه طبعاً الشروط طبعاً. طب هل في التزام من اصحاب المطاعم للمطالب دي او التشيك ليست دي؟ حضرتك شفت ايه يعني؟ التزام كامل يا فندم. يعني بعد ما قعدوا 3.5 شهر ما فيش قرش داخل، لازم يلتزم، والا يعني بيعرض نفسه للغلق ولسحب رخصه المدير وللافلاس تقريبا. فكل صاحب مصنع النهارده واقف على راس المديرين وبيراجع بنفسه هذه الاشتراطات، لانها خلاص مش هزار. احنا دلوقتي لازم يبقى عندنا وعي، واللي ما عندوش وعي لازم احنا نبقى على راسه. ما ينفعش ان احنا نسيب كل واحد يتصرف لوحده. طيب وهل يا فندم الفنادق استعدت لاستقبال السياحه؟ الفنادق اوريدي يا فندم اشتغلت 25% ونجحت في التطبيق، ووفق لها دوله معالي الوزراء على ال 50%، والتزموا فعلا بالضوابط، واللي خرج من الالتزام اغلق واتسحبت رخصه المدير بتاعته، وهي نسبه قليله جدا. بشكرك جدا استاذ عادل المصري رئيس غرفه المنشات السياحيه. طيب من الكورونا والضوابط والقهاوي والمطاعم والحوادث، هنروح بقى النهارده لذكرى ميلاد المطرب الكبير محرم فؤاد. تعالوا نشوف التقرير ده عن الفنان الكبير محرم فؤاد ونفتكر مع بعض اهم اغانيه، ونطلع فاصل بعدها ونرجع مره اخرى. مشاهدينا ورجعنا لكم ونكمل بقية حلقتنا. عايزين نقول انه من اكتر حاجات الحقيقة اللي شغلنا بالنا هو دور العبادة والمساجد. طب دول هيحصل فيهم ايه؟ يعني هنتعامل ازاي؟ هنحافظ على نفسنا وبيوت ربنا ازاي؟ عشان كده وزارة الأوقاف اعلنت عن عدد من الإجراءات الاحترازية لإعادة فتح المساجد. طيب عشان نعرف بقى تفاصيل اكتر عن هذه الاجراءات والضوابط، معانا على التليفون الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف. برحب بحضرتك يا شيخ جابر. اهلا بك يا دكتوره بسمه وبالساده المشاهدين، وكل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب، وازاي صحتك؟ ان شاء الله تكون بخير يا رب. طمنا بقى يا شيخ جابر، هل وزارة الأوقاف استعدت بقى بشكل تام لإعادة فتح المساجد بداية من يوم السبت؟ نعم، وزارة الأوقاف أيوة. اتخذت التدابير اللازمة لإجراءات فتح المساجد وتعليق الجمعة فقط. إن شاء الله ستفتح فجر يوم السبت المساجد على مصراعيها للمصلين وتستقبل المصلين،
ضيوف الرحمن، اتخذنا التدابير اللازمة مثل نقاط التباعد التي وضعت في المساجد، وضع كمامات، يعني طالبنا بأن كل إنسان يريد أن يدخل المسجد أو يأتي المسجد لابد أن تكون معه كمامة. معظم المساجد يعني حيكون لديها بديل لو واحد نسي الكمامة بتاعته، لكن نناشد الجميع أن يعني حيكون عندكم كمامات يا شيخ جابر؟ نعم، احتياط. جميع المساجد أبدت استعدادها في حال أن حد نسي أحد المصلين نسي، يعني عشان ما تحرموش من دخوله للصلاة. نعم، وعلى الجميع أن يلتزم بالسجادة الفردية الشخصية اللي حتتفرش لنفسك علشان تقي نفسك، ربما يكون هذا المكان ملوث. معلش يا شيخ جابر، يعني افهم من كده اللي جاي يجيب سجاده الصلاه بتاعته معاه؟ نعم، سجاده شخصيه لابد ان تكون عشان تفرش على الموكيت وتفرش على سجاد المسجد. دي نقطه مهمه جدا جدا، كاجراء احترازي، كاجراء يعني وقائي. ممكن الانسان يكون في هذا المكان سجد عليه انسان من قبلك مصاب، لابد ان يكون دورات المياه معلقة العمل بها ومغلقة، الكولجرات والكولمن والأشياء اللي ممكن الإنسان يستعملها من أكثر من شخص، كلها حنحاول يعني شلناها ورفعناها من المساجد حتى نضمن سلامة المصلين، لأنه أرواح المصلين وسلامتهم وعدم تفشي هذا المرض دي مسألة تهمنا جميعا وتهم المصريين وتهم العالم كله، عدم نقل العدوى والإجراءات الاحترازية. احنا بنناشد طبعا الجميع الالتزام بها حتى تبقى المساجد عامرة، ويبقى مطلب الجميع. وكم تألمنا 103 يوم المساجد مغلقة ونحن متألمين من غلق هذه المساجد، وكنا يعني حزينين على أنها مغلقة. الآن ستفتح إن شاء الله، يبقى على المصريين أن يلتزموا إن شاء الله ما تغلقش تاني يا شيخ جابر. بس احنا عايزين نأكد أنه هل المساجد هتفتح وقت الصلاة فقط، يعني قبل الصلاة بعشر دقائق مثلا وتقفل بعد الصلاة بعشر دقائق؟ نعم، مثلا برضو. نعم حتى يعني لا يعني قبل الأذان بعشر دقائق تفتح، ثم بعد خروج آخر مصلي وأداء الشعيرة الجماعية لصلاة الظهر مثلا أو الفجر أو العصر أو المغرب أو العشاء، يعني وكل هذا لا يستغرق أكثر من نصف ساعة من وقت ما يدخل المصلين، خصوصا أن المصلين جايين متوضئين وجاهزين. الأذان حيعقبوا على طول الإقامة علشان ما فيش حد يتأخر. طب معلش يا شيخ جابر، التباعد اللي حضرتك قلت عليه في الأول، يعني هيكون إيه المسافة المحددة اللي هتكون بين كل مصلي ومصلي؟ هل في علامات هتحطوها؟ وضعنا علامات في كل المساجد الآن. هتكون المسافة قد إيه؟ يعني ما بين متر ونصف ومترين حسب المسجد، تبقى الاشتراطات الصحيه يعني. نعم طبعا، يعني هذه مواصفات الصحه العالميه ووزاره الصحه المصريه. احنا بنشكرك جدا الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. هنروح بقى لخبر مهم يخص كل اللي عايزين يسافروا وكانوا في انتظار فتح حركة الطيران. النهارده وبعد إعلان الحكومة، عودة السياحة والطيران هتكون بداية من شهر 7 المقبل. أعلنت الشركة الوطنية مصر طيران جداول رحلاتها إلى أكثر من 29 نقطة مباشرة بداية من شهر يوليو، وأعلنت الشركة عن تشغيل رحلاتها إلى 17 نقطة بقارة أوروبا وأربع نقاط بقارة إفريقيا وأربع نقاط بالخليج والشرق الأوسط وثلاث نقاط بأمريكا الشمالية وإلى مدينة كوانزو بالصين، وده مع التأكيد طبعا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بجميع المطارات. ومن النهاردة ممكن للعملاء إن هم يعرفوا أيام سفر الرحلات وحجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي أو مكاتب مصر للطيران. النهاردة كان تاني امتحان لطلاب الثانوية العامة، وهو امتحان اللغة الإنجليزية، والحقيقة كان في جهد كبير لتفادي أي سلبيات ممكن قد تكون حدثت في اليوم الأول، وانتشرت قوات الشرطة لتنظيم دخول الطلاب اللجان، وكان في التزام من أولياء الأمور بعدم التجمع أمام اللجان. كاميرا برنامج كل يوم كانت متواجدة صباح اليوم مع الطلاب ورصدت كل هذه الإجراءات، وكمان سألنا الطلبة عن امتحان اللغة الإنجليزية النهاردة. تعالوا نروح نشوف التقرير ونرجع تاني.
رايك في نظام الثانويه العامه السنه دي في ظل الاجراءات الاحترازيه اللي موجوده، وكمان رايك ايه في القرارات اللي اتخذتها الوزاره فيما يخص صحه الطلاب؟ بصي، هو القرار كويس ومعقول، لان احنا تعبنا طول السنه، يعني دفعنا فلوس ودفعنا مصاريف والولاد كانوا مضغوطين وذاكروا تمام، فلو كانت اتاخرت اكتر من كده بيتهيالي كان هيبقى صعب قوي على الولاد وصعب علينا. كل الكلام اللي اتقال كان زي الفل، بس احنا ما شفناش منه حاجه للاسف. في نظام وفي يعني تامين وفي حاجات كويسه جدا السنه دي باينه من اول امتحان لغايه دلوقتي. ما فيش زحمه خالص، ما فيش الاولاد مش زحمه، كله بيجي يدخل مش زي المره اللي فاتت. انا راضي جدا 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 عن التعقيم وعن الحاجه اللي بيلبسوها في رجليهم وعن الكمامات وعن النظام. ما توزعوش علينا كمامه، بس وزعوا علينا بتاع الشوز وعقمونا برضو من على البوابات اول ما نخش. تنظيم اكتر شويه، وبقى في سيطره على العربيات اللي واقفه قدام المدرسه واولياء الامور اللي موجودين كتير قدام المدرسه. الاجراءات حلوه جدا داخل اللجنه، يعني في تباعد بين الناس وكده، وكلنا لابسين كمامه وبنتعقب قبل ما نخش وبنحرص احنا نحط الكحول وكده، ويعني الموضوع تمام. يعني النهارده كان احسن، يعني كانوا يعني كان في مسافة ما بيننا وإحنا داخلين، ودونا جل وإحنا داخلين، والكلام ده ما كانش موجود أول يوم، فالنهارده أحسن. هل الامتحانات بتيجي من اللي حددته الوزارة؟ كتير حاجات من المنصة جت، وطبعا النموذج الوزارة مهم قوي وبنحله يعني، والحمد لله فعلا جه حاجات زيه كتير. كان في حاجات صحيح بتقف، عشان عادي اي امتحان لازم يكون في حاجات بتقف مع اي حد، بس هو الامتحان عامة كويس يعني. بصراحة هي اغلبها كلها يعني من الاسئلة اللي الوزارة حطاها في النماذج الاستشارية والحاجات دي. بيجي جدا من خلال المنهج، يعني اغلبية الاسئلة بتبقى متشافة قبل كده او شبهها يعني بنسبة كبيرة. الامتحان كان كويس يعني، كان في سؤالين او حاجة كده بس هم يعني تريك شويه، بس بقى الامتحان كان كويس. الامتحان كان لذيذ، فاهم؟ الامتحان جاي من المنهج، وفي نفس الوقت كان في شويه تريكات، ده الطبيعي. كله من الوزاره اصلا، مفيش حاجه من بره الوزاره، بس برده في تريكس يعني. يعني الامتحان كان حلو، كان جاي من الورك بوك كمان. هل الفتره ما بين الامتحان والامتحان التاني كافيه؟ كويسه، بس هي في ازمه لعلم الرياضه بصراحه، هو المظلوم يعني. احنا عندنا الداينامكس بعد يومين بالظبط، هي بس مشكلة في علم الرياضة، هو الأكتر يعني في مواد فيه الوقت قليل. أوفرول لا كويس، بس يعني كان يفضل يبقى في وقت تاني، بس خلاص يعني ده الميعاد بتاع كل الجداول يعني. هو أنا علمي رياضة، ففي حاجات الداينامكس هتبقى مزنوقة شوية عشان هو يومين ونص بس، أو اللي هو النهاردة واليومين اللي بعدها، بس غير كده تمام يعني، اللي هو الباقي لا لطيف، وان شاء الله نلحق نخلص كله. اغلبيه الامتحانات بس يمكن بس الداينامكس هي والالجبر اللي قبلهم حاجه بسيطه، بس بقيه الامتحانات يعتبر وقت كافي جدا يعني. بالتوفيق طبعا لطلبة الثانوية العامة، بس أنا شايفة من التقرير دلوقتي أنه في التزام من الطلبة والتزام من أولياء الأمور والتزام مع كل الحقيقة الإجراءات الاحترازية، الكمامات موجودة، البوابات التعقيم، الشرطة منتشرة في كل مكان وبتنظم دخول الطلبة الحقيقة يعني بس برضو هنقول أنه ده ما منعش أنه في بعض الطلبة اشتكت من أنه الامتحان اللغة الإنجليزية كان صعب. طب دلوقتي أولاد ما هو بيقولوا أنه في امتحان الكتاب الوزارة، قالوا إيه يا أولاد في الـ كان الامتحان جه من كتاب الوزارة، وأنه كان في نماذج وإن كان جه منها. وبعدين في حاجة كمان عايز أقولها لكم، ده احنا مبارح من على الكرسي ده جبنا 2 معلمين وخدتوا الامتحان، طب نعمل لكم ايه اكتر من كده؟ وبعدين طالعين تقولوا الامتحان صعب، ايه يا اولاد ركزوا يعني. التوقعات دي انا بجد عايزاكم تركزوا فيها، التوقعات دي لازم بيجي منها بنسبه كبيره يعني. التوقعات اللغه العربيه احنا عملنا يوم ليله الامتحان 80% من التوقعات جات لكم في الامتحان. امبارح عملنا التوقعات اللغه الانجليزيه 80% من التوقعات اللي قلناها هنا جت في الامتحان. طب ايه في ايه تاني؟ والناس بعتلنا شكر النهاردة على الصفحة. ركزوا يا أولاد وتابعوا معانا التوقعات اللي بنعملها ليلة الامتحان، عشان دي مهمة جدا، مش هقول لكم بقى أكتر من كده. طيب
طيب من الثانويه العامه بقى هنروح لطلاب الجامعات. المجلس الاعلى للجامعات اعلن مؤخرا انه هيتم اجراء امتحانات السنوات النهائيه لطلاب الجامعات وترك تحديد جداول امتحانات وكيفيه الاستعداد لكل جامعه. خلونا نعرف ازاي الجامعات استعدت لده وامتى هيمتحنوا الطلاب، لانه الحقيقه جات لنا على الصفحه اسئله كتير جدا 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 واستفسارات، وبيقولوا لي انت مش مهتمه بطلاب السنوات النهائيه بالجامعات. لا، انا بحب كل الطلبه في كل مكان وانا تحت امركم، واي حاجه عايزينها بتبعتوها على الصفحه انا بطلع بيها، وعشان ما تزعلوش انا هفتح اهو الملف. واحنا معانا على التليفون الدكتور ماجد نجم رئيس جامعه حلوان. برحب بحضرتك يا فندم. دلوقتي يا فندم، هل تم تحديد مواعيد الامتحانات؟ هل تم وضع الجداول لامتحانات السنوات النهائيه في الجامعات؟ في جامعه حلوان عندنا ابتدينا الجداول بالامس، واحنا بعد اجتماع المجلس الاعلى للجامعات ابتدينا نعمل الجداول وبالتدريج، حتى امتحانات الفرق النهائيه عندنا هتتم بالتدريج. ازاي هتتم بالتدريج؟ هنبتدي بالكليات بالكثافات البسيطه، ثم الكثافات المتوسطه، ثم الكثافات العاليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا جامعه حلوان يمكن عندنا 13 موقع في القاهره الكبرى من القاهره والجيزه. الحاجه الثالثه كمان، احنا بنحافظ على التباعد الاجتماعي الموجود، المسافات جوه اللجان من متر ونص لمترين، قياس الحراره عند البوابات، يكون في طبيب موجود عند البوابه، موجود طبيب عند اللجنه اللي بيقوم الطالب فيها باداء الامتحان، كل الاجراءات الموجوده، كذلك المراقبين. تمام يا فندم، يعني دي الاجراءات الاحترازيه المفروض انه الالتزام بيها، لكن انا بتكلم تحديدا عن الجداول، موعد الامتحانات امتى؟ حضرتك الجداول في مجموعات من الكليات عندنا في جامعه حلوان بتبتدي يوم 4 يوليو، مجموعه ثانيه 11 يوليو، مجموعه ثالثه 18 يوليو، يعني ورا بعض. أيوة. اسبوع اسبوع اسبوع. وحاولنا بقدر الامكان بنسبه فوق ال 90% ان ما نكونش في نفس ايام امتحانات الثانويه العامه. يعني حضرتك زي ما انت شايف الثانويه العامه يعني هي تحديد مظبوط. الثانويه العامه. احنا نمشي عشان نمنع تجمعات الشوارع برضه والزحام. بالظبط يا فندم، فاحنا حطيناها في تخطيطنا ان يكون امتحاناتنا للفرقه النهائيه في جامعه حلوان ما لهاش دعوه او غير ايام امتحانات الثانويه العامه في ايام معاكسه ليها عشان تخفيف الكثافه. كذلك ابنائنا وبناتنا اللي هم كانوا اوريدي مقيمين في المدينه الجامعيه. ده بقى سؤال مهم جدا الحقيقه، جالي على الصفحه كتير جدا. المدن الجامعيه دي كانت فيها الولاد اللي بيبقوا قاعدين فيها وبقت حجر صحي دلوقتي. طب الولاد اللي هيعملوا ايه؟ يعني يروحوا يرجعوا الامتحان من والى ازاي؟ لا يا فندم، هيرجعوا تاني المدن الجامعيه وهيلاقوها في صوره. طب كويس جدا، يعني الطلبه هتروح المدن الجامعيه. بس كده انا هقول لحضرتك حاجه اكتر من كده، احنا حطينا شروط لاقامه الطلبه في المدن الجامعيه. ايوه. بيسجل على النت عادي زي ما كان بيعمل في اول سنه دراسيه. الطالب كل طالب هيبقى في غرفه لوحده، تخيلي حضرتك. ياه. طب وفي ساعه لهذا العدد؟ الحمد لله عندنا يعني كفاسيتي في جامعه حلوان نقدر نستوعب ده. حضرتك بتتكلم عن جامعه حلوان. بس تمام. انا عايز اقول حاجه اكتر من كده، هنمنع بقى التزاور بين الناس داخل الممر. طبعا. يعني هو في اوضته يلزم اوضته. حقكم طبعا. بقى يعني ايه بقى المده ما شافوش بعض بقى. طبعا. واجتمعوا، طب تعالى نتقابل في غرفه فلان ولا في الصاله. لا، كل واحد يلزم غرفته ويقعد يذاكر، عنده امتحان ثاني يوم. لكن يعني تقولوا بقى السوشيال جاذرنج او يعني نقدر نقول يا فندم من كلام حضرتك انه جامعه حلوان استعدت. الحمد لله يا فندم. طيب انا بشكر حضرتك جدا ان شاء الله، وبطمن بناتي وابنائي الطلبه. شكرا دكتور ماجد نجم رئيس جامعه حلوان. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل بقيه حلقتنا مع ونسال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس ونكمل معاه. شكرا. مساء
السادة المشاهدين برحب بكم من جديد. كنا قبل الفاصل بنتكلم وبنشوف استعداد الجامعات الامتحانات الثانوية امتحانات السنوات النهائية للطلاب. فمعنا على الهاتف دكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس. أهلا وسهلا يا دكتور. ألو ألو دكتور محمود. طيب نعيد المحاولة مرة أخرى سادة الزملاء. طيب طبعا برضو هرجع تاني وأقول إنه على الصفحة لما بيجي لي الحقيقة أي مناشدات وأي إغاثات من أي حد أنا ما بترددش وما بعملش الحقيقة يعني ما باخدش عشوائيا. أنا على قد وقت البرنامج يعني ممكن أبقى عايزة المشاكل يعني موجودة قدامي وأنا باخد مثلا المشكلة الأولى المشكلة الثانية المشكلة الثالثة. وطبعا أهم حاجة في أولوياتي هي مشاكل الطلبة الشباب ولادنا. فعايزاكم يبقى عندكم ثقة أنه الأولويات بتبقى للطلبة عندي وأنه أنا مشاكلكم كلها والله أنا بشوفها بنفسي وبشوف التعليقات وبشوف ردود الافعال. يعني انا زعلت قوي من الطلبه اللي قالوا بتوع الثانويه العامه امتحان اللغه الانجليزيه طلع صعب. طب ده احنا هو ده احنا مغششين كل امتحان امبارح. يعني طبعا احنا كان توقع وبنجتهد هو اجتهاد بس الحمد لله الحمد لله والفضل لله وحده ثم اجتهاد الاساتذه اللي بيدخلوا معانا اللي ال 80% من الامتحان اللغه العربيه حصل وتحقق و 80% من امتحان اللغه الانجليزيه حصل وتحقق. فاحنا ما بنبديش حد على حد وكلكم ولادنا وكل طلباتكم ومشاكلكم هتطرح ان شاء الله. طيب هنتقل مش عارفين المحاوله فشلت في التواصل مع الدكتور محمود الخط قفل ومش عارفين نتواصل معه مره ثانيه. هندخل بقى في موضوع مهم جدا الحقيقه إغاثات وتوسلات وبكاء وصريخ والحقيقة يعني مازال أهالي طلاب الدبلومة الأمريكية بيشتكوا أنه ما فيش أماكن لدخول الامتحان في شهر أغسطس وشهر سبتمبر وبيطالبوا بالمساواة مع الشهادات الدولية الأخرى. خلونا نفهم الشكاوى دي مصيرها إيه وإيه الحلول المقترحة. معنا المداخلة يا جماعة. في مشكلة في التليفون. طيب معنا مين مدام عبير معنا. طيب ندخلها. اوكي معنا الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب. الو مساء الخير دكتورة ماجدة. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتورة ماجدة. ازاي صحتك؟ الحمد لله تمام يا فندم. دكتوره ماجده دلوقتي احنا في مشكله دخلونا يا جماعه مدام عبير. انا يعني طبعا اكتر حد هيعرف يعبر عن مشكلته هو صاحب الموضوع نفسه. فانا الحقيقه هم عندهم تعليق وعندهم طلب. فالحقيقه حتى برضو بعد معالي الوزير التعليم العالي ما تقريبا طلع اصدر قرارات فهم عندهم بعض الاستفسارات. فمعنا جاهزه ندخل معانا المداخله. معانا مدام عبير. الو. ايوه يا فندم ازيك يا مدام. مساء الخير يا مدام عبير. ازاي صحتك؟ ازاي الحمد لله. وليه امر مدام عبير ومن الناس الحقيقه اللي انا الحقيقه شفت برضو استغاثتهم على الصفحه وكان في عندها تساؤلات. اتفضلي معاكي الاستاذه وسياده النائبه ماجده. اتفضلي يا فندم. اهلا يا سياده النائبه حضرتك عامله ايه؟ اهلا وسهلا يا فندم. اتفضلي يعني ودي كل يا فندم. احنا عندنا مشكله وازمه كبيره جدا الحقيقه حصلت يعني بعد تغيير القرار بتاع معالي الوزير طارق شوقي اللي طلع وقالوا واعلنوا في مؤتمر اعلامي من 28/3 يعني كان القرار اللي هو احتساب جي بي اي من 100% بدل 40% مع عمل امتحان القبول وبعد كده ابتدينا طبعا اعتمدنا على الكلام ده وولادنا خلاص ما يعني قفلوا المذاكره وما كانش في اصلا سنوات الدروس ولا اي حاجه والموضوع كان خلص من ساعتها.
الحقيقه احنا اكتشفنا او يعني فوجئنا بقرار مجلس اعلى الجامعات اللي هو من يومين اللي هو رقم 401 فعلا وزير التعليم العالي. ايوه اتفضلي. ايوه حضرتك يعني ان هو مغاير تماما للقرار بتاع السيد الوزير التربيه والتعليم اللي اتقال من 3 شهور ونص. طيب فندم دلوقتي هو القرار اصلا جاي يعني تعسفي جدا وبالذات مع الدبلومه الامريكيه، يعني المشكله ان احنا حاسين الحقيقه ان في تفرقه كبيره جدا ما بين الدبلومه الامريكيه وبقيه شهادات المعادله. كل شهادات المعادله اتحسبت لها تقريبا اعمال السنه بتاعتها باختلاف المسميات، يعني احنا عندنا جي بي اي، الاي جي عندهم الايفيدنس، الاي بي عندهم الاي ايز، الباك حتى الباك الفرنساوي محسوب له اعمال السنه. فيفندم دلوقتي احنا عندنا مشكله كبيره جدا، احنا مش عارفين نحجز، يعني الكلام ده لو كان اتقال من 3 شهور ونص كان ممكن يبقى في مثلا يعني احتمال ان احنا نعرف نحجز الاماكن اللي احنا دلوقتي يكونوا ذاكروا يكونوا استعدوا. يا فندم ده احنا يعني احنا انتوا بتدونا محاولتين مكان 4. طيب النهارده الولاد مش عارفين يحجزوا اماكن، ده اول حاجه في محاوله 109 السيستم. على فكره الدكتور محمد الطيب يا مدام عبير، مساء الخير يا دكتور محمد الطيب المتحدث الرسمي باسم وزاره التعليم العالي معانا على التليفون، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. حضرتك يا فندم سامع معانا مدام عبير من الاول ولا عشان برضو مهم يعني قوي رد حضرتك؟ اهلا وسهلا يا مدام عبير. انا سامع. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك. بصي يا فندم، انا كل اللي قلته ان احنا كنا اعتمدنا على قرار السيد الوزير طارق شوقي اللي اتقال من 3 شهور ونص اللي هو باحتساب الجي بي اي من 100% بدل 40%. هو اوريدي اصلا الجي بي اي يا فندم بيتحسب 40% منه من المجموع الاعتباري، ودي تعتبر قيمه صحيحه في المجموع، يعني ما فيش اي مشكله كان ان احنا ناخد 100% بدل 40% كظرف، يعني كحل استثنائي للظرف اللي احنا فيه حاليا. فاحنا دلوقتي اعتمدنا على الكلام ده من 3 شهور ونص يا فندم وخلاص، والموضوع انتهى. احنا السنه الدراسيه عندها بتنتهي شهر 6. اكتشفنا او فوجئنا بالتغيير اللي حصل الكبير قوي في صدور القرار بتاع حساب 89 ده اللي هو عن طريق المجلس الاعلى للجامعات. ان يعني احنا كده جات لنا صدمه الحقيقه، مش عارفين نعمل ايه. اولا ما فيش اماكن في 89، ثانيا الكولج بورد كل شويه بتبعت بتقول ان هم نفسهم في حيره من امرهم ومش عارفين الظروف اللي عندهم دي هترسل على ايه، ولا هم عارفين اذا كانوا هيكملوا المحاولات دي ولا لا. فاحنا دلوقتي عندنا مشكله، احنا بنطالب بان يعني ما يبقاش في كذب مكيالين زي ما شهادات المعادله الاخرى اتحل لهم مشكلتهم بمبدا ان احنا نحسب لهم اعمال السنه باختلاف المسميات. يا فندم الاي جي انتوا اضطريتوا ان انتوا تحسبوا لهم اعمال السنه بتاعتهم، هي الايفيدنس، والايفيدنس دي هي زيها مقابل الجي بي اي عندنا، يعني هو برضه امتحان تقييمي بدرجات توقعيه بتبقى مختومه من الجهات الدوليه المعتمده، واحنا بتاعنا برضه بيعتمد من الجهات الدوليه المعتمده، ما فيش اي مشكله، وكمان معتمد محليا. يعني حضرتك اصلا مرتضي بانك تاخد من 40% الجي بي اي، وكان الاول 60% في المجموع الاعتباري بتاع الطالب، يعني هي حاجه رسميه ومعترف بيها، مش قابله للشك اساسا، لان لو شككنا فيها فندم بنسيء لوزاره التربيه والتعليم اللي الجهه المشرفه على الدبلومه الامريكيه، يبقى احنا يعني بنلغي بقى الدبلومه الامريكيه اصلا، يعني طيب مدام عبير تسمحي لي نسمع رد الدكتور محمد الطيب ورد سياده النائبه ماجده وانت معانا برضو على الخط، اتفضل يا دكتور محمد. طيب خليني اوضح لحضرتك بس اكتر من نقطه علشان يبقى الموضوع واضح تماما. انا مقدر شعور اولياء الامور والطلبه فيما يخص الشهادات الدوليه، وخليني اوضح بس الفرق ما بين اعتماد وزاره التربيه والتعليم للشهاده المعادله للثانويه العامه وانها بتقدم ده للمجلس الاعلى للجامعات وبيتم اعتماده في قبول الطلبه دي للجامعات المصريه الحكوميه. فطبعا في شقين هنا مختلفين تماما علشان بس يكون الامور واضحه، لانه المسؤول عن اعتماد الشهاده الدوليه ونتيجتها هي وزاره التربيه والتعليم، واللي بتقول الشهاده دي معادله بالثانويه العامه هي وزاره التربيه والتعليم. ثم بيعرض هذا الامر على المجلس الاعلى للجامعات علشان يتم الاعتماد وقبول الطلبه دول بداخل الجامعات الحكوميه. طيب ده الشق الاول. الشق الثاني حضرتك انه تم بحث الموضوع ده بكافه تفاصيله على كافه الشهادات. بالنسبه للدبلومه الامريكيه تحديدا، احنا في النهايه بنعتمد على اعتماد الجهه الدوليه لهذه الشهاده وهذه النتيجه. على اخر تنسيق، احنا في تنسيق دائم ما بيننا وما بين وزاره التربيه والتعليم في هذا الامر، واخرهم طبعا حضرتك تعلمي تماما انه السيد وزير التربيه والتعليم بيحضر كعضو اساسي في المجلس الاعلى للجامعات، واخر امر تم عرضه ان تم عمل استثناء تاريخي لم يحدث
مسبقا في التنسيق المصري انه يتم مد اعمال التنسيق لانتظار انتهاء المحاولتين بتوع شهر اغسطس وسبتمبر للامتحان السات. بالاضافه لده عرض السيد وزير التربيه والتعليم انه تم اعتماد نوع جديد من الامتحانات وهو الـ ACT، تم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم وتم عرضه في مجلس الجامعات الأعلى للجامعات في تاريخه أول امبارح على طول اللي عقد، وبالتالي تمت الموافقة على اعتبار هذه الشهادة شهادة معتمدة بجانب السات اللي كان بيعتمد في كل عام. فبالتالي كل الضوابط دي تم استثنائها من أجل زي ما السيدة ولية الأمر بتتحدث عن أنه ده ظرف استثنائي، فاحنا بناء على انه ظرف استثنائي احنا تم مد العمل زي ما بقول لحضرتك في مكتب التنسيق حتى انتهاء نتيجه الامتحانين اللي جايين، وبالتالي ايضا تم اعتماد شهاده جديده ونوع جديد علشان لو في ضغط على الشهاده دي، بس بشرط طبعا عشان برضه ابقى موضحه ان يكون هذه المراكز مراكز معتمده من وزاره التربيه والتعليم. طيب دكتور مدام عبير معانا؟ ايوه، عايزه ارد. طيب قبل ما سياده النائبه برضو تقول تعليقها، اتفضلي حضرتك لو عندك استفسار برضو من دكتور محمد. أنا بس سريعا في عجاله عشان وقت البرنامج، معلش. حاضر 8-9 يا فندم، فيهم مفيش كلام من الاساسي، يعني ده اول حاجه. الولاد مش هتنفذ جدول، لازم يكون في فندم بس اليه للتنفيذ او في يعني ضمانات. احنا دلوقتي المحاولات ما فيهاش اماكن، ده اول حاجه. تاني حاجه، لو حضرتك تقولي ان البديل بتاع ان انا اخش الاي تي سي، طب يا فندم ازاي؟ يعني حضرتك ده نظام جديد بمنهج جديد بسيستم جديد، ده اصلا الامتحان اوريدي اول حاجه هو اونلاين مش ورقي. احنا اولادنا مش متعودين اصلا على الامتحان الاونلاين يا فندم. انا مطلوب مني الامتحان ده المفروض الشهر الجاي، مطلوب مني ازاي اخلي الطالب يذاكر منهج جديد ويتعود على نظامه، واصلا المدرسين حتى لسه ما عندهمش خبره فيه يا فندم. طب انا بعتذر لحضرتك على المقاطعه يا فندم يا استاذه بسمه، عشان بس ما يتمش حدوث لبس عند الطلبه. طبعا طبعا، اتفضل يا فندم. في نقاط احنا عاملين ده عشان نوضح، بنحاول يعني. ما هو في نقاط يا فندم بتتبع وزاره التربيه والتعليم وهي المسؤوله والمضغوط عنها، انا مش بصدد التحدث عنهم. يعني اعتماد الشهاده والمنهج وطريقة الامتحان وأسلوبه وما بدخل الشهادة، ده لا يدعني أبدا كوزارة التعليم عالي. أنا في النهاية بيقدم لي ما تم اعتماده من وزارة التربية والتعليم، وأنا بعتمده كمجلس أعلى للجامعات بداخل وزارة التعليم العالي. طيب هو السؤال بس اللي بيفرض نفسه بس يا فندم، سؤال واحد حتى إحنا لينا، هل هم هيلحقوا يفهموا ويعرفوا ويذاكروا النظام الجديد؟ هل هيلحقوا؟ لا برضه انا ما اقدرش انا ما اعرفش النظام الجديد اصلا، يعني الشهاده الجديده اللي اعتمدتها وزاره التربيه والتعليم انا ما اعرفش تفاصيلها ولست المسؤول عنها يا فندم. ما هو انا بقول لحضرتك بعد اذنك، انا بقول لحضرتك ازاي يا فندم بالمنطق انا اخلي طالب يذاكر منهج جديد ويمتحن فيه بنظام جديد في خلال شهر يا فندم او شهر ونص؟ يعني ده محتاج سنه عشان يفهمه، ده احنا بقى لنا 3 سنين بنذاكر. طيب معانا سياده النائبه تقول رايها. سياده النائبه ماجده، لحظه مدام عبير. ايوه، يعني هو طبعا الاي سي تي ده من فتره طويله واحنا بنحارب فيه، علشان كان في مشاكل بالنسبه لامتحانات السات وتاجيلها والتسريب اللي فيها وتم منعها في مصر بس، يعني كان في مشاكل كبيره. دلوقتي اصبح في اكثر من امتحان، وهي الامتحان السات 2 ده والاي سي تي. صحيح الاي سي تي هو يعني حاجه اونلاين وحاجه جديده شويه، ولكن كل يعني الطلبه في الفتره الحاليه يمكن حكاية أونلاين، وإن هم حتى استكملوا دراستهم كلها أونلاين كدراسة، فدي مش حاجة جديدة عليهم. زائد إن هو فعلا زي ما الأستاذ الدكتور محمد طيب بيتكلم في نقطة مهمة جدا، اللي هو مد العام الدراسي لغاية ومد التنسيق كمان لغاية 30/11 ومد العام الدراسي لفترة طويلة، يعني في فرصة نتيجة الظروف الاستثنائية دي. وكان موضوع السات وموضوع الاي سي تي ده كان بناء على نسبة كبيرة من أولياء الأمور اشتكوا عندنا في البرلمان، وإحنا اللي سعينا بالاعتراف بالإي سي تي كنوع من عندهم أكثر من نوعية من الامتحانات عشان يبقى يعني يبقى يديهم فرصة أطول. فأنا يعني فهي دي نقطة مهمة، إن هو يعني ده مش شيء جديد، هو كان متوقع يمكن بس تم حسمه في المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة يعني.
طيب متهيألي بشكرك سيادة النائبة. دكتور لا. محمد أنا أظن أنه مدام عبير وصل يعني الرد وصل بعد إذنك كان بس لو سمحت عشان أنا الـ ACT نظام هايل وكل حاجة بس هو لا يصلح للدفعة دي. الدفعة دي خلاص السنة بتاعتها انتهت شهر 6 يا فندم. ما ينفعش أجي أقولها ذاكري تاني من أول وجديد منهج جديد ونظام جديد وخدي عليه وأصلا حتى لسه ما فيش مدرسين. طيب دكتور يعني محمد حضرتك عندك حل لهذه المشكلة؟ احنا يا فندم الشيء المسؤولين عنه خلي بال حضرتك ان الاستثناء الذي حدث بمد التنسيق الى انتهاء المحاولتين في شهر 8 وشهر 9 ده استثناء تاريخي لم يحدث في التنسيق المصري من قبل. احنا في سنة استثنائية يا دكتور محمد برضو يعني. فده الشيء المسؤول عنه وزارة التعليم العالي والبحث العالي. حاجتين يا فندم، الحاجة الاولانية ان احنا من سلطة المجلس الاعلى للجامعات انه يمد اعمال التنسيق وده حصل وتم بالفعل، والحاجة الأخرى إن إحنا تم عرض شهادة الـ ACT على المجلس وإنها تم اعتمادها من وزارة التربية والتعليم وبالفعل وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات. دول الحاجتين اللي أنا مسؤول عنهم كمجلس أعلى للجامعات وكوزارة تعليم عالي وبحث عالي. بالتالي ما بوسعنا تم تنفيذه بالفعل من أجل الظرف الاستثنائي اللي حضرتك بتتحدثي عنه. نشكرك جدا دكتور محمد الطيب المتحدث باسم وزارة التعليم العالي. شكرا مدام عبير. الحقيقة يعني بنحاول نحن نوصل الأصوات لبعض وإن شاء الله يا رب تتحل مشكلتكم، يعني إحنا بنحاول نساعد. طيب هندخل بقى على الهري. آخر حاجة في حلقتنا النهاردة هي الهري اللي هنتكلم عنه. هقول أنه من سنين فاتت الزعيم أحمد عرابي وقف يدافع عن المصريين وقال كلمة شهيرة قوي: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وطول عمرنا عشنا وتربينا على مفاهيم الدين الصحيحة أنه إحنا عبيد الله، عبيد ربنا، ده اللي نفهمه ونعرفه ونؤمن بيه. بس للأسف دلوقتي الحقيقة بقى فيه عبيد اللايك والعياذ بالله والشير، عبيد السبسكرايب على يوتيوب، عبيد عداد الشهرة والمشاهدات على السوشيال ميديا. شباب وبنات وأسر وستات ورجال خلعوا الحقيقة نقول إيه وجه الحياء، خلعوا توب الأخلاق والعادات والتقاليد والدين وبقوا على استعداد يعملوا أي حاجة عشان يبقوا يوتيوبرز وإنفلونسرز ومشاهير وسوشيال ميديا، يلموا فلوس ويعملوا إعلانات. وفي الطريق لده ما عندهمش أي مشاكل، يستغلوا أي حد ويستغلوا أي حاجة، يعملوا أي حاجة. اللي تستغل زي ما شفنا في حالة مودة وحنين تستغل جسمها واللي بتعمله، واللي يستغل أمه زي ما شفنا في حالة مين يا جماعة اسمه إيه؟ حمو؟ حمو. واللي يستغل مراته وبنته، وزي ما شفنا في حالة الأسرة الفرفوشة، واللي بيستغل أخوه زي ما شفنا في حالة الأخ الكبير اللي بيعمل فيديوهات على تيك توك ويروح ملبس أخوه الصغير لبس بنات ويرقصه. إيه الرخص ده؟ ليه كده؟ واللي يبقى طول بعرض ويطلع لابس بامبرز عشان يلم شوية لايكات، وغيره من الجنون والهبل والجرائم اللي بتختلف تماما مع قيم مجتمعنا. احنا مجتمعنا مش كده، ولا دي اخلاقنا ولا دي سلامته النفسية ابدا. جرائم كتير مستخبية تحت ستار اصل احنا بنلعب، اصل دي مواهب، اصل دي تسلية. والحقيقة انه سيادة النائب العام كان اول من تنبه الى ذلك الخطر، وانا بحييه الحقيقة، وبدأ يحارب الظواهر دي بالقانون. انا واحنا مش ضد الحرية، مش ضد حرية اي شخص في الدنيا انه يعبر عن نفسه وعن مواهبه، بس في فرق ما بين الحرية والترفيه وما بين الابتزال والاستغلال، وخصوصا استغلال النساء والأطفال.
ما بين كائنات بقت عايشة من غير قلب ولا عقل، عندها استعداد تبيع أي حاجة عشان الشير واللايك. يا ناس إحنا بقالنا سنين بنشوف اتنين مثلا زي زينب وأحمد اللي استغلوا طفلتهم عشان يتشهروا، يعني طول الوقت مطلع طفلة، طول استغلال أطفال. أو المفروض يعني راجل، أو المفروض أنه راجل أعمال بيعمل فيديوهات تلاقيه بيستغل مراته عشان يبيع مشاهدات أكتر، يصورها مثلا في أوضة نومها، يصورها وهي نايمة وهو بيصحيها، هو بيرمي عليها مية، هو بيديها مش عارف بإيه مقالب، يعني تحت إطار المقالب. يعني مثلا زينب لما ابوها مات، في واحده ابوها يموت ويجيب يعمل لها انت فاضي تعمل فيديو لواحده ابوها متوفي وطلع يتاجر بموته ويستغله عشان يجيب مشاهدات بدل ما يترحم عليه ويواسي مراته. ومن بعده شفنا واحنا في عز انتشار كورونا وفي عز ما كل واحد فينا بيحوط على ابوه وامه كبار السن عشان خايف عليهم من الفيروس، صعب عليه ان هو ما يركبش الترند ونزل امه في الشوارع لحد ما اصيبت بالفيروس. ما هي ماما بقى اللي بتجيب الفلوس، ماما اللي بتجيب المشاهدات، ماما لازم تنزل الشارع، لازم نعمل فيديو من الشارع. ماما بقى يجي لها الكورونا وتموت تبقى ايه، نشوف بقى مين السبب. لكن ما نلومش كمان نفسنا ونقول ما احنا اللي نزلنا ست كبيره في السن ده علشان خاطر تجيب شوية مشاهدات وشوية ماني. وبنات تطلع تترقص وتحط ميك اب وتلبس عريان وتتصور جوه بيتها عشان تزود عدد المعجبين، عشان يتحول الأمر بعد كده لبوابة خلفية لأعمال منافية للأداب. ما هو ده بيبقى وراه بقى حاجات. ده حتى في الحقيقة بعض الجمعيات وشركات الأدوية تعاونت مع يوتيوبرز مشهورين واستغلوا بقى حاجة الناس للدواء اللي ناقص. دي بقى مصيبة، يعني اللي أنا هقوله دلوقتي ده مصيبة. وعملوا فيديوهات عشان يلموا شهرة لايكات، يعني لما واحد نزل لم الدواء من السوق الناقص خلاه ناقص، وبعدين بقى ابتدى يديه للناس بس يعملوا له على الفيديوهات بتاعته لايكات. ايه ده؟ ايه الابتذال والاستغلال ده؟ ايه ده؟ ايه اللي احنا عايشين فيه ده؟ انتوا فين اهاليكم؟ وفين البيوت وفين الاسر؟ يا جماعه دي البنات بتصور فيديوهات الرقص والعري ده جوه بيوتها وبتنزلها على السوشيال ميديا عادي. يا جماعه ده في امهات بدات تشارك بناتها الرقص على كلمات اغاني. الحقيقه الكلمات دي أنا ودني الحقيقة بتتوسخ لما بسمعها، ودني بتصاب بالأذى، وكلمات يعف اللسان عن ذكرها. يا جماعة ده في رجال بتعرض حياتها على الهوى مباشرة، ويقعد هو ومراته ويعملوا قناة ويوتيوب. ما تعمل، بس اعمل باحترام، ما تخليش الجسد سلعة. ويخلي مراته وهي بتتحرك في البيت وتطبخ وتلبس وفي الآخر يعملوا سكتش ويرقصوا مع بعض ويعرضوا ده للناس عادي كده. هو في إيه؟ النائب العام المصري المحترم تحرك بالقانون ووقف قدام المهازل وكشف بلاوي سودة، بس الموضوع بقى محتاج تحرك أكبر، محتاج تحرك جماعي. الحقيقة لازم كلنا تحرك جماعي من الطب النفسي وعلماء الاجتماع والبرلمان، لازم عشان يكون في خطة وقانون ناقص بيها مجتمعنا من أهل الاستغلال دول. لأن اللي عنده استعداد يستغل أهل بيته عشان شوية لايكات، سهل قوي يستغل أي فرصة ويبيع بلده وناسه بأقل تمن. شاهدينا خلصت حلقتنا، ونشوفكم الأربع القادم في حلقة جديدة من كل يوم. صباح على خير.